لا 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 لا، الحمد لله رب العالمين، احنا بقينا احسن بكتير. احسن ايه يا دكتور؟ دي بقى لها اكتر من شهر لا شافت حد ولا خرجت ولا نزلت ولا حتى التلفزيون بتتفرج عليه. لا يا كمال يا هانم، احنا اتفقنا على ايه؟ مفيش تلفزيون، مفيش انترنت، مفيش سينما، احنا عايزين بنوتتنا تقعد في هدوء شويه. طب ينفع يا دكتور اخدها وننزل نخرج شويه نغير جو؟ نسمع، مش عايزه تخرجي شويه؟ لا. مش عايزه ترجعي بيتك تشوفي عمر؟ مش عارف. اتفضل يا دكتور. ايوه يا ابني. لا لا لا، خليك انت في العربيه دلوقتي على ما اظبطه لك، ما تقلقش. 3 دقايق وتعالى بالظبط. مش عارف حاسس. سلام بقى عشان نازلين. سلام. انا عارف يعني ايه نيرفز. انا مش نيرفز يا دكتور، ارجوك اتفضل اتفضل ارتاح. انت مش هتصدق لغايه دلوقتي ان احنا مش هنسلم؟ بس بقى بص يا شوكت، انا مقدر ان نسمة عانت الفتره الاخرانيه من حاجات كبيره قوي، بس الحمد لله ابتدت تتعافى وتعدي المرحله الصعبه دي وبتتحسن، بس تحسن بسيط. ايوه يا دكتور، يعني البنت هترجع لحالتها الطبيعيه؟ اوف كورس نوت. قصدك يا دكتور؟ انا رايي ان كفايه قوي شهر نسمة بعيد عن بيت جوزها. انا شايف يا عمي ان الدكتور شبراوي عنده حق. بيت ايه وجوز ايه يا دكتور؟ ما لو كان بياخد باله منها ولا محافظ عليها ولا قادر يحميها كنت رجعتها له من زمان. انا شايف يا دكتور شبراوي بقى المره دي ان عمي فعلا عنده حق. شوكت، نسمه لازم تمارس حياتها الطبيعيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نسمه لازم ترجع بيت جوزها، ده العلاج. ثانيا ندي عمر فرصه تانية. قصدك ثالثه؟ شوكت. مساء الخير عمي. ده ايه اللي جابك هنا؟ انتوا متفقين مع بعض؟ بص يا عمي، انا عارف ان حضرتك زعلان مني، بس انا اكتر واحد بيحب نسمة بنتك واكتر واحد بيخاف عليها. بتخاف عليها؟ بأمارتي يا حبيبي بتخاف عليها؟ عرفت تنقذها لما تلم عليك العيال الصيع وصعلوك في الارض؟ شوكت. عرفت تنقذها من الغرق؟ شوكت. لحقتها لما وقعت بالتلفريك؟ شوكت. انا كان نفسي اجوز بنت راجل. راجل يا عم؟ انت كده مش عايز راجل، انت كده عايز لواء في الدفاع المدني. ولا عمي عمر. طيب يا عمي، حمل عمه بيحبك. انا عمر. عمر عمي. طيب عمر، وهيوقف لك عمي. انا لخبطت الوقت. حسبي الله ونعم الوكيل. فيه انا تعبان. ايه ده؟ ايه؟ انا خايف. مثله ياد، مثله. طبل ياد طبل. يكون في معلومك لا في فرح ولا جواز الا لما اطمن على نسمة الاول. شوكت، ليه؟ جواز نادين ممكن يساعدنا في حل مشكلة نسمة وعلاجها. شوف ولا تلم. شوكت. الدارة ده غضار. بص يا شوكت، نسمة لما تنشغل في تجهيزات الفرح وتشوف فرحة أختها قدامها، أكيد أكيد هتخرج من الاكتئاب اللي هي فيه. ايه رايكوا في التلاجة دي؟ تجنن صح؟ حلوة قوي. ايه رايك؟ هي حلوة قوي لو هنبات فيها، بس اعتقد انا جبت اوضه النوم خلاص يا جماعة. ايه ده؟ يعني انا شايف يعني دي حلوة جدا. دي؟ نسمع، شفت كرسي المساج ده؟ ايه رايك نجيب واحد نحطه عندنا في الليفينج؟ زي ما انت عايز. ما فيش حد هنا ولا ايه؟ لو سمحت، بكام كرسي المساج ده؟ الكرسي ده عامل 75,000 جنيه، وبعد الخصم والصالات عامل 85,000 جنيه، وعشان نجيب حنان اول منام عامل 30,000 جنيه. هو بيقول ايه؟ هو تقريبا عايز يرجع الكوكب بتاعهم، بس مش عارف. حنان عايز يقعد عليه ويحكم عليه بنفسه. فوق ما انا ماشي فندم. اقعد عليه. بقول لك حنان اقعد عليه ويحكم عليه بنفسه. حاضر. صدقني يا هان. حاضر. صدقني يا ملان. صدقني ليه؟ صدقني. اوعى يكون بيكهرب ولا كده عشان ما بحبش المقالب. ها؟ لا ما بقدرش. مش ميه ولا مش مقلقش من حاجه خالص. هو تقريبا اللي هو طلع له في مناخيره. اول ميزه في الجهاز ده ان هو بيشقعك في الصيف ويسخنك في الشتاء. وفي الربيع بيعمل ايه؟ بيطلع ورد؟ ورد ايه يا ناشا؟ انت لو ضغطت الجهاز ده انا هنحيا بيه. في مساج وفي علاج. الميزه الثالثه بقى كمان تلبس المطاني هتشوف جو ثاني خالص، وهتشوف مناظر طبيعيه ومزيكا خلابه. صدقني يا هاني. هذا نايس ليه؟ الله، هي دي. ايه رايكم في الدراير ده بقى؟ دراير ايه يا طنط؟ ده بيجيب جرب. جرب ايه؟ امال انت عايز تنشف هدومك ازاي؟ عايز تنشرهم على حبل غسيل عشان كل الجراثيم تيجي فيهم؟ لا، انا هدومي لازم تدوق الشمس، وتحديدا غيارات الداخليه بقى على فكره. ايوه يا ماما، هي غيارات ولازم تشوف الشمس. تصدقي حلو بجد، انا هجيب واحد عندنا في البيت.
نسمع يا نهار اسود نسمع قول على الرحيم يا رحمن يا رحيم مساء الخير يا فندم دي شاشه ليد 80 بوصه 4K كواليتي عاليه قوي يا فندم وكمان معاها هوم سيتر هديه بص حضرتك الصوت بيبقى عامل ازاي يا فندم يا فندم انا اسف طنط ما شفتيش نسمة هي مش كانت معاك كانت معايا بس اختفت اختفت نسمع رحيم حبيبي رحيم يا نهار دقن مشكلة عويصة شفت يا دكتور يا ريتنا لو سمعنا كلامك اهي نسمة رجعت تمارس حياتها الطبيعية تاني واحنا لبسنا رحيم على فكرة دي مش غلطتي انا قلت لعمر ما يعرضهاش لاي مؤثرات خارجية ولا يفرجها على اي تلفزيون وانا اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته يا دكتور انا شايل التلفزيون وقاطع النت يا جماعة انا شكيت مرة في المايكرويف فصلته انا يا جماعة عايش في العصر الحجري انا حبة كمان وحلبس ثروة خروف يا سلام يا سلام امال هي شافت رحيم ازاي انا عارف احنا نزلنا نجيب الاجهزه الكهربائيه بتاعه ابراهيم ونادين غفلت عنها شويه رجعت لقيتها واقفه قدام شاشه 80 بوصه ودقن رحيم فرشه في الشاشه زي النجيله هنتصرف ازاي دلوقتي يا دكتور صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام اسمع صلاه النبي حلو هو هيطلع ارنب ولا ايه انا مش عارف ركزوا معايا اذا رسمنا خطا من هذا المج الى هذا المج لا انا بقول اي كلام يا جماعه ما تركزوش انا ان شاء الله مش هنحتاج للفكره اللي هو ما قالهاش ديت بصوا يا ساده دلوقتي بطل اسمه رحيم بمعنى إن هو بالنسبة لها أيقونة الشجاعة يحصل إيه لو عرفنا نكره نسمة في رحيم هبطل تحبه برافو عليك فهمتوا بقى الدماغ دي دايرة إزاي؟ أنا مش هطل اللي قاعد في وسطيكم يا سادة إحنا هنستعمل معاها نظرية تحطيم الأيقونة يا أهيا وسهلا شايفتنا وكطيتنا ونويتنا يا شوكة كبير لزومه إيه الأكل ده كله يا هناء بجد أنت كده تعبتي روحي أنا كان نفسي أعمل أكتر من كده ما عملتيش ليه؟ ايه امي فين جوزك يا نسمه اتاخري قوي عايزين ناكل ايه رحيم لسه مكلمه جاي دلوقتي يا حيم يا حيم مين اصبري يا ام والنبي الراجل ده شويه اصبري عليا يا ام اصبري عليا هي دي العزومه اللي عرفانا بيها فرختين وبطايه مفيش ديك رومي ليه ولا مش الموسم بتاعه جود ايفنينج اي مين يعني مساء الخير يا جماعه اتفضل يا رحيم اتفضلوا ازيك يا رحيم يا ابني رحيم ما بيسلمش على حد ازيك يا رحيم ما قلنا رحيم ما بيسلمش على حد عندك ما سلمت ايه ده يا رحيم ده انك تولد كده امتى رحيم يعمل اي حاجه لو عايزان اطول لك شعر مناخيري دلوقتي اطوله لك لا مش الدرجات انت كده عاجبني مين ده ده رحيم ياما ما شفتيش مسلسله في رمضان ايه يا عم رحيم مش هتشرب شوربة الحجة رحيم ما بيشربش شوربة رحيم بيشرب زيتون وبعدين هدي العصبية بتاعتك شوية يا رحيم يا ابني هو ده انزعبي هقوملك بلاش يا حبيبي شوربة خد طرش يفتح نفسك رحيم ما بيفتحش نفسه بطرش رحيم بيفتح نفسه بفروة خروف طب ايه سبرتو رحيم اللي انت بتشربه ده هكون بشرب ايه يعني كولونيا خمره انا بشرب خمره انت من امتى بتشرب خمره انا خمرجي قديم سكير عروقي بيجري فيها فودكا انا بعرق شمبانيا براحتك يا حبيبي اجيب لك كاس لا
رحيم، رحيم اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، احنا في بيت ناس، احترم الناس يا اخي. رحيم ما بيحترمش حد. بيتك ده مجنون ده يا ابني. اتقال يا اما بس عشان الخطه ما تبصي، معلش افضل سجاير. ايه ده؟ اي 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 عيب يا ابني تويع سجاير هياكل. دي مش سجاير يا حاجه، ده حشيش مخدرات. تحب اللي فينك سلهوب معانا؟ انا تقول لي سهيوب يا واطي يا ابني الكلب وحشيش في بيتي؟ يا شبسي اهدي حاجة، محدش يا بوط انت عايز طيبية يا حاجة. دقنك دي، دقنك دي مش على ياجر. افهمك يا حاجة، دقنك دي انا حنتفها لك. الله يخرب بيت امك. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك يا اما. عمر؟ عمر مين؟ ده رحيم. لا عمر بس منتوف. لا ده مش عمر. فين رحيم؟ انا عايزه رحيم. فين رحيم؟ انا عايزه استنى. رحيم استنى. فين رحيم؟ كيف؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الموضوع باظ يا عمر، باظ. طب وهنعمل ايه يا دكتور؟ اعتقد مفيش غير حل واحد انت عارفه. بقول لك يا هاني، احنا هنستنى كتير ولا ايه؟ معرفش، بس هو بعد الماسك بيحب يريح شويه. يريح؟ طب ما يروح يريح في بيتهم بدل الزول اللي احنا فيه ده. شي ايه يا عم؟ بقول لك ايه، فكك من الهري ده، احنا كنا بنحلق دماغنا على الرصيف ببضايه لمؤاخذه. يا عم صحيه، لو صحته فجاه هتقوم مجزره. لا لا بقول لك ايه، مجزره على نفسه ما تقلقناش يا سيدي، احنا ما يشغلناش. لا بلاش البتاع ده، بلاش البتاع ده. ليه ده؟ حتى ريحته حلوه قوي. الاستاذ حتى حاسس ايه؟ يا عم صل على النبي. أسي يا هاني، مين الحيوان الرش الزفت ده؟ اهو يا باشا. انت مين يا ده انت؟ ها؟ مين ده يا هاني؟ قول له حاجة يا هاني، كلم كلم. دول جايين قصدي حضرتك في خدمة إنسانية. اه والله العظيم خدمة إنسانية، وحياة دقنك ده يا باشا. أسي تمام يا سقا، يعني الكلام ده حصل فعلا؟ اه انا لسه قافل مع امير دلوقتي. يقول السقا وامير من غير استاذ صحاب؟ يلا طب ماشي، يلا مع السلامه. انت صدقتني يا استاذ ياسر علشان تعرف ان انا مش بكذب. وانت بقى عايزني اثبت قدام مراتك انك راجل شجاع وتقدر تحميها بجد، مش كده؟ لا ده كده يا استاذ ياسر كده كتير بصراحه، كده يبقى عداك العيب. برنس في الشاشه وبره الشاشه وجنب الشاشه، النبي ما تقتلني انا اسف. خلاص. طب وانا لو عملت كده انت قدام نفسك هتحس انك راجل فعلا وتقدر تحميها بجد؟ انا اسف يا جماعه، انا مش هقدر اعمل اللي انتوا عايزينه ده. يعني ايه يا استاذ ياسر؟ يعني هتبيعني؟ هتتخلى عني؟ ليه هتخلى عنك دي؟ انت قاعد مع خطيبتك، ما تتعدل. انا اسف. مراتك لازم تشوف البطل الحقيقي اللي جواك، مش البطل المزيف اللي انت عملت وهمها بيه. مراتك لازم تحس انك راجل وتقدر تحميها بجد، وإلا يبقى فعلا ما تستاهلاش. حل مشكلتك مش عندي يا استاذ عمر، حل مشكلتك في ايدك. اتفضلوا بقى، مع السلامه. طب ممكن اقول حاجه؟ مع السلامه. والله كنت هقول الله يسلمك، والله العظيم. عم انا عايزك تعرف ان مفيش حد في العالم هيحب نسمة بنتك قدي. اول مرة شفت فيها نسمة قلت هي دي البني ادمة الوحيدة اللي عايز اكمل معها حياتي، هي دي ام اولادي.
كان نفسي اخلف منها بنت وتبقى شبهها وشقية زيها، بس للأسف مش كل حاجة بتمناها البني آدم بتتحقق. عمي نسمة تستحق حد أحسن مني. يعني ايه الكلام ده؟ انت ناوي تطلقها؟ والله يا ابني الظاهر مفيش حل غير كده، مع اني مكنتش اتمنى كده، بس هنقول ايه؟ ادينا لك فرص كتير وانت بصراحة طلعت عين ابونا. في ايه؟ بقولك يا عمي، هو في حد بيشايش في البيت؟ انا كنت بشايش بس بطلت من زمان. يا عمي بس دي مش شيشة، ده ريحة شياط. شوكة يا شوكة، الحقنا يا شوكة، الدور الفوقاني كله مولع نار. ونسمة فين؟ قافلة على نفسها الباب والنار كلها محوطاها. بنتي مراتك لازم تشوف البطل الحقيقي اللي جواك، مش البطل المزيف اللي انت عملت وهمها بيه. مراتك لازم تحس انك راجل، لازم تحس انك راجل.